أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الشباب البحريني هو مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين بما يمتلكونه من شغف لتحقيق المنجزات للوطن بفكر إبداعي ومبتكر، مشيرا سموه إلى أن الشباب هو المحور الرئيس الذي يجب زيادة تمكينه من أجل تحقيق الخير والنماء لوطنه بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر الرفاع اليوم مؤسسي شركة الراوي الفائزين في برنامج جائزة رواد في القصر في نسخته العالمية الثالثة ونسخته الخليجية الأولى التي أقيمت في أبوظبي هالة سليمان وأمير القبيطي ومحمد إبراهيم، حيث أشاد سموه بالإنجاز الذي حققه تطبيق الراوي والذي يؤكد أن مملكة البحرين تمتلك طاقات شبابية تسعى دوما للإبداع والابتكار، وهو ما نؤكد عليه دوما، وسنواصل السعي لتحقيق كل ما يمكن أو يمكن الشباب من تنفيذ أفكارهم الخلاقة التي تعود على الوطن بالازدهار والنماء. معربا سموه عن تهنئته لمؤسسي تطبيق الراوي بفوزهم بإحدى المسابقات العالمية المهمة ورفعهم لاسم البحرين مجددا عاليا في هذا المحفل العالمي، نوه سموه بدور المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك في تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، والتي استضافت مملكة البحرين دورة خاصة بها وشارك بها العديد من الشباب البحريني من رواد الأعمال الأمر الذي أهلهم للمشاركة في الدورة الخليجية منها، ومتمنيا سموه للرواد الشباب كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم. من جانبهم ثمن مؤسسو تطبيق الراوي الدعم اللامحدود الذي يحظى به رواد الأعمال البحرينيين من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحرص سموه على الاستثمار في الطاقات البحرينية الشابة والواعدة، معربين عن شكرهم لسموه على فرصة اللقاء وتهنئته بالفوز الذي حققوه، ومؤكدين أن هذا يعد دفعا لهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.